لشعبنا بأن هؤلاء العابثين بأمن واستقرار ووحدة شطري الوطن أن نقول لهم أنتم أيها الخونة هكذا تستهدفوا قيادة سياسية وجريمة من أبشع الجرائم، هذه الجريمة التي ارتكبت اليوم هي بحق كل فلسطيني، ليس فقط في تتمثل بحمد الله أو بماجد فرج، بل تتمثل بكل فلسطيني وبكل وطني شريف يسعى من أجل وحدة شعبنا ومن أجل حريته ومن أجل وطنه. فلهذا نقول باسم فصائل العمل الوطني والمؤسسات والشخصيات وكل أبناء المحافظة التي جاءت بشكل عفوي ترفض هذه الجريمة وهذه المصيبة التي لمت بشعبنا الفلسطيني. لهذا اسمحوا لي أن ندعو عطوفة المحافظ الأخ المناضل أكرم رجوب أبو عمر لإلقاء كلمة في هذه الوقت الذي نحن بحاجة إلى الوحدة وإلى تكاتب العمل من أجل إنجاز وحدة شعبنا. The name of the minister who was a Rami Hamdallah. Hamdallah. Rami Hamdallah. Rami Hamdallah. The minister of what? The head minister. In the Gaza government? Yeah. All of Palestine. From all of Palestine? Yeah. There was an attempted assassination against the head minister in all of Palestine, the prime minister. Yeah, he was in Gaza. They tried to kill him in Gaza. He was visiting in Gaza, yeah. And there was an attempted assassination of the prime minister of Palestine in Gaza. Yeah.